قول افتح الباب. هتقولي تفتح الباب ولا افتح الباب انا؟ ازيك يا ياسمين؟ اتفضل يا مستر. يا ساتر، طلبات حضرتك؟ طب مش نقعد الاول عشان نتكلم؟ انا ما فيش بيني وبينك غير المحكمة. بابا ما يصحش كده. هو ايه اللي ما يصحش؟ انا اللي ما يصحش ولا هو اللي جاي من غير ميعاد؟ هو اللي ما يصحش. ويصح يا استاذ شوقي انك تبيع لحم بنتك وعرضها بالفلوس؟ اتفضل اتفضل اطلع بره. بابا ما يصحش تطرد المستر علشان بيدافع عني. يا استاذ شوقي، الحره تموت ولا تاكل من ثديها. ليه عايز تاكل من ورا عرض بنتك وعرضي؟ هتقدر تبلعه ازاي؟ انت ما تتدخلش في اكلي وشربي، انا بيني وبينك قضيه وهكسبها، وبنتك هتبقى شاهدة عليك. واوعى تفتكر ان انا جاي لك استعطفك واترجاك تتنازل على القضيه. لا، انا جاي عشان اقول لك ان بنتك دي من اشرف البنات اللي في المدرسه، فليه عايز تلوثها؟ ليه تفضحها العمر كله عشان فلوس؟ عشان تعيشها وتصرف عليها؟ لو عاشت من غير شرف الموت هرحملها. راجع نفسك كويس، محدش ياكل من ورا عرض بنته الا اتفضل بره بره. اتفضل بره يا اخويا، يلا بره. بتبص لي كده ليه؟ وانا بعمل كل ده عشان مين؟ عشان تفضحني زي المستر مهان، تاكل براحتي وعرضي. خلاصي انا مش هخرس، مش هسيبك تفضحني في المدرسه وفي المحكمه وفي الدنيا كلها واخرس. قلت لك اخرس. شوقي بتعمل ايه؟ لازم تسكت. مش هسكت. عاوز اقول لك انا كنت راكبه مع المستر في العربيه ليه وبنعمل ايه عشان ايه؟ عشان الطفح، عشان الاكل، عشان نعيش. كده بتساعديها علشان يحبسني. انا اتنازل وهو يحبسني بشهادتك، مش ده اللي انت عايزاه؟ الدرجه دي زهقت مني؟ بتحب المدرس اكتر مني للدرجه دي بتكرهيني؟ قوليها يا ياسمين عشان استريح. ولعلمك علمك مش انت اللي هتقدر تحميه. دول ناويين له على نيه سودا. الصوره وصلت مراتي. ايوه، ولعلمك هيلبسوه بدل القضيه 10. شوف انت بقى غيظهم في ايه؟ هيودوه في 60 داهيه.
يقف عندك من امتى؟ تعالي. اصل انا بصراحه يا استاذ مش مصدقه ان انا في مكتب حضرتك وقدامك كده لحمه ودم بنفسك. الدنيا بره خانقه وفوق بعضها والناس هتاكل بعضها بره، بس انا اول ما بشوف حضرتك بحس بالامان كده على طول. ده افتتاحيه عظيمه للمقاله العاطفيه. طب وربنا المعبود يا استاذ، انا كل ما اتضاير وما اشوفكش قدامي بحس ان انا مش قادره اخد نفسي ومخنوقه. شوف بقى انا باخد نفسي كم مره في اليوم. يا خبر، يعني انت كده بتشوفيني بعدد تردد انفاسك صح؟ هو حضرتك مش مصدقني ولا الكلام اللي انا بقوله ملوش معنى؟ بالعكس، ده اجمل كلام ممكن يقوله انسان او يسمعه انسان. على فكره يا هنا، انت بجد موهوبه، عندي قدره على التعبير عن مشاعرك والافصاح عن احاسيسك. ما بصراحه يا استاذ انا مستنيه اليوم اللي حضرتك تكلفني فيه مهمه صحفيه او تشغلني معاك اي حاجه. اي حاجه. واسمك اتكتب في الجورنال كده زي الاسامي اللي مكتوبه دي؟ الله، والجورنال يلف في الدنيا كلها واسم هنا يلف معاه في الدنيا كلها. طيب اقعدي اقعدي. قولي لي بقى بنوته، تحبي اسمك يتكتب في انهي صفحه؟ انهي صفحه؟ بلاش انهي صفحه، نبتدي بزاويه زي بعض، تتواضع شويه كده ونبتدي بزاويه صغيره. ايه رايك؟ اقول لك على حاجه هنا، انا وانا صغير في سنك كده اتمنيت كتير ان اسمي يتكتب مكان طه حسين او عبد الرحمن الشرقاوي، وحلمت ان انا اكتب المقاله بتاعت محمد حسنين هيكل. بصراحه تخيلي بقى تكتب مقاله في صفحه كامله من غير ما حد يسالك او يحاسبك، بس لازم عشان يحصل ده تبقى رئيس مجلس اداره مثلا، وانا عمري ما هبقى رئيس مجلس اداره لاسباب كتير انا عارفها. ما علينا، قولي لي بقى بنوته، تحبي اسمك يتكتب في انهي صفحه؟ مكان حضرتك. مكان اسمي؟ مش حضرتك اللي سألتني؟ تقومي كده في البداية تزحيني عن طريق، عايز انا اموت مثلا ولا ايه؟ بعد الشر عليك يا استاذ، ان شاء الله اللي يكرهوك يا رب. طيب. اقول لحضرتك بصراحة؟ قولي يا بنوتة. انا لما بشتري الجرنان كل يوم، لا مش كل يوم، لما بينزل يعني كل اسبوع، بقعد اقرا في الجرنان واقول يا بنتي هنا انت لو عايزة تكتبي اسمك تكتبي اسمك فين؟ فبصراحة ما بلاقيش غير مكان حضرتك، اصل ما فيش اعظم من حضرتك ولا في المكان بتاع حضرتك. هو حضرتك مصدقني؟ ايوه مصدقك، انا حاسس بانفعالك واندفاعك. طب اقول لك على حاجه، انا سامع دقات قلبك رغم ان المكتب بيني وبينك. الله، طب اقولي انا بقى بعد الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، رد اقول ايه بس؟ انت ما تقوليش اي حاجه يا بنوته اكتر من الكلام اللي انت قلتيه، انت تفكري وتبتدي فورا في الموضوع، وعلى فكره انا هساعدك. هنا، انا مش هسالك انت كنت فين عشان انا عارف، وانا مش هسالك انت رايح فين عشان برضك عارف. ده ايه الروقان اللي انت فيه ده النهارده؟ طبعا مروقه ومزقططه كمان. مزقططه؟ ايوه مزقططه، قول عليها بقى لغه ارياف. لغه ارياف؟ طب بس ما تزعليش خلاص، تروح فين؟ انت مالك؟ انت مالك؟ ده هنا جنبنا، تعالي اوصلك. هو انت مش هتطلع للاستاذ ولا ايه؟ لا انا كنت طالع اسلم، بس ممكن اجل السلام لحد ما اوصلك. طبعا هتقولي لي انا بركبش عربيات حد، امال انت مفكر ايه؟ صح؟ وانت هترد عليا وتقول لي انا سبت مش حد خفيف يا ولد. طب تعالي تعالي يلا وصلك. ادها اوعى ايدك، قطع ايدك، امال انت مفكر ايه؟ طب اتفضلي. حول الله يا ربي، ما تبص قدامك يا ابني، لا تطص. اطص؟ فلا الله ولا فالك. هو انت هتفضل ملوح لغايه ما العربيه تتقلم ويطلعونا جثث وبعدين تقول لي فلا الله ولا فالك؟ جثث؟ بص انا مش صوره صور للبطاقه، هبقى اجيب لك اتنين. بص بقى والنبي قدامك، تيجي نتغدى سوا؟ غدا لما نبقى ناكله في خرجتك يا رب. انت شتمتي قلتي ايه؟ قولي كده تاني. مش هقول. لا تاني عشان خاطري. طب اقول لك انا تاني، تيجي نتغدى سوا؟ ما باكلش على حساب حد. خلاص اكليني انت على حسابك. منين يا حسره؟ انت يا ابني مفكر تحت القبه شيخ ولا ايه؟ ده انا يا دوبك اجره السكه. طيب
اسلفك وتاكليني انت برضو على حسابك. ها ما تقوليش لا بقى، مناسبه الزقططه والموضوع الجديد اللي مكلفك بيه الاستاذ. ها فكي بقى فكي. انت ايه مالك مبهوره كده ليه؟ انت اول مره تدخلي مطعم مع انه مش شيك يعني. لا عندنا مطاعم في البلد فول وطعميه، وعندنا كافيتيريا كمان. والله امال انت مفكر ايه؟ طبعا. طيب ممكن اقترح عليك اقتراح؟ والنبي بلاش اقتراحاتك دي اللي تودي في داهية. لا ده هيودي الحمام مش هيودي في داهية، ما تقلقيش. حمام؟ حمام ايه؟ وايه اللي جاب سيرة الحمامات دي دلوقتي؟ ولا على فكرة انت مش كويس. والله انا كويس. بصي مكان ما دخلنا في حمام للبنات، قومي وفك الضفيرة اللي انت عاملاها دي. ايه بتبصي لي كده ليه؟ معكيش مشط؟ مشط؟ ايه اللي دخلك انت في الكلام ده؟ شش وطي صوتك، انت هتفضحينا. عارفة انت لو فكيت الضفيرة دي وعلقت النضارة والبست لينسز مش عارف ليه حاسس انك هتبقى حلوة. ايه اللينس دي؟ لينسز عدسات يعني، وتشيل الفاترينا اللي انت حطها على وشك دي. قومي جربي، قومي قومي. انت خايفة من ايه؟ ده مجرد اقتراح، لو ما عجبكيش ابقي ضفري الضفيرة تاني ان شاء الله تعصبي. حتى حمام من هنا مكان ما دخلنا. اتفضلي. تحب اوصلك؟ لا. طيب ما بتردش ليه؟ هو مدفرها تاني. يا ساتر حلو قوي. الحمد لله على السلامة يا سعادة البيه. الله يسلمك يا مجاهد، لما عليك كويس. من عناية يا سعادة البيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت ليه؟ شغل الإدارة بقى، عايزين يمسكوني قسم. قسم إيه؟ الوسائل التعليمية. اتضح إنهم عايزين يراقوني وأنا ما كنتش واخد بالي. بلاش تخبي عليا يا عبد. أخبي عليك إيه؟ أنا عرفت كل حاجة. عرفتي إيه؟ اللي أنت مخبيه عليا من زمان. بص كده يا عبد، صورة مندي. ما قلتليش ليه؟ أقول لك إيه؟ حكاية البنت دي. البنت ملهاش حكاية. أنت فاكرة إن ليها حكاية معايا؟ ده هتكون أنت كمان صدقتي. أمال
انا قدمت استقالتي عشان مدير الإدارة التعليمية شك فيا وما دافعش عني. انت مراتي بعد العمر ده كله ممكن. ما قلت ليش ليه يا عبد؟ ما قلت ليش ليه؟ دريت عليا ليه؟ خبيت عليا ليه؟ عشان ما جرحكيش. انا انجرحت. مش معقول انت كمان تتجرحي وبسببي. كنت عايزه ادافع عنك واحميكي. ما قدرتش احميكي غير بسكاتي. وعلى فكره ده راي الست المديره حتى ساليها. قالت لي بلاش تقول الكلام ده للمدام عشان ما تجرحش شعورها. عرفتي بقى انا ليه دريت عليكي؟ ولا خفت تقول لي احسن اصدق؟ انت ممكن تصدقي فيا حاجه زي دي؟ ده انا لو شكيت في الدنيا كلها ما شكش فيك انت. وبعدين هشك فيك مع مين؟ مع بنت عيلة صغيرة تلبسك. تجرى لك ايه يا عبد؟ طب لازمتها ايه بقى الدموع دي؟ انا اولى بيك، انا اولى بيك وبجرحك. اطيب خاطرك اقف جنبك، مش انا شريكتك يا عبد. لازم كنت تقولي. قال له كنت سددت الباب اللي اتفتح علينا وما بعتوليش الصوره المنيله دي. منهم لله. ربنا يخليك يا امال. طول عمرك اصيله وبنت ناس. بس بس تعرف البنت حلوه يا عبدو. لا حقيقي حلوة لونة كده وصغيرة. تلاتة بالله العظيم، انت في نظري احلى ست في الدنيا. ربنا يخليك ليا يا عبدو. بس 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 وقفينا كفاية كده. بس ايه ده لسه بدري قوي. بدري ايه بس؟ عايز توصلني يعني لغاية البيت لحد ما حد يشوفني وهتعمل لي مصيبة في البيت؟ مش هعمل لك مصيبة. خلاص اتفضلي. انا اسف. شكرا. انت واقف كده ليه؟ اطمن عليك لحد ما تدخل الشارع. طب يا سيدي متشكرين. العفو. هنا يا مرات خالي. مساء النور. تأخرتي ليه؟ اصلا انا رحت للاستاذ كمال الجورنال. كل ده كنت عنده؟ كل ده؟ الله، ايه ده؟ ايه في ايه يا مرات خالي؟ انت كنت خارجه الصبح كده بشعرك مفروض؟ لا انا كنت عاملاه طفيره، وبعدين البنات بقى الله يجازيهم في الجامعه قالوا لي انت شكلك قسم ارياف. فكي فكي. بصراحه عندهم حق. يعني حلو كده يا مرات خال؟ حلو زي الشربات. بس ما ينفعش بقى نفرد شعرنا بالشكل ده ونقول يا مرات خال. امال نقول لك ايه يعني يا مرات خال؟ مرات خال دي قسم ارياف. شوفي حاجه تانية قوليها لي. طب نقول لك يا تنت. ايه قلت ايه؟ يا تنت. حلوه قوي يا تنت دي، جديده. الله الله، ده احنا بنتغير بسرعه اهو. طبعا، ما هو اللي ما يتغير يبقى من الحمير. الله يفتح عليك. طب يلا روحي غيري هدومك عشان تتغدي. لا ما اصل انا اكلت مع اصحابي سندوتشات في الجامعه. ايش 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 ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه رايك؟ مش كده احلى؟ انت رحت للكوافير؟ كوافير يا بنتي؟ ده مشط ميه كده في الحمام، شغل يدوي. اللي طلعها في نفوخك يعني؟ وكنت عدلنا بالوش العاكر. ما انا قلت بقى نقلب على الوش التاني. نقلب على الوش التاني؟ طب ما تغيري لهجتك الاول دي شويه. هتتقلب. قصدي هتتقلب. هتتقلب؟ ده احنا ابتدينا نتنطق اهو. بقول لك ايه؟
لا بقول لك ايه، انا مش فاضيه لك، انا عندي مذاكره. لا بقى، ما انت لازم تسمعيني، ده انا وداني كانت هتقع مني من كتر ما بسمعك. اه ما انت ما عندكيش ليسانس السنه دي ولازم تنجحي عشان تسافري انجلترا. وحب انا مش فاضيه لك. دعاء دعاء، انا عايزه اركب عدسات. تركبي ايه؟ لينس. عايزه تركبي لينسز؟ ايوه هي لينسز دي. ايه دعاء انت بتبصي لي كده ليه؟ ولا يعني كحكه في ايدي اللي هتيم عجبه؟ ايه حكايتك بالظبط؟ هو في ايه؟ مفيش حاجه، انا بس نويت نقلب كل حاجه. الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالاصحاب. صدق الله العظيم. تسلم ايدك. شوفي مين على الباب. مفيش غيره، الكابتن لسه بره. انا عارفاكي صاحبه الصوره مش كده؟ الصوره وصلت حضرتك. اه يا ستي وصلتني بعلم الوصول. جايبه لي صوره تانية ولا ايه؟ لا انا كنت جايه اقول لحضرتك ان هم هيبعتوها، بس للاسف ما لحقتش. انا مش عايزه حضرتك تفهمي الموضوع غلط وتظلمي مستر عبد الحميد. يا اختي يا حلوه، وانت خايفه على المستر يا شاطره قوي. حضرتك لازم تصدقي ان المستر مظلوم، وانا والله العظيم مظلومه. المستر زي والدي بالظبط. ابوكي اللي راح قدم بلاغ في النيابه والاداره واتهم المستر. ايوه والدي عمل كده، وانا قلت له قدام المستر ان انا مش هشهد معاه. حضرتك ممكن تسالي المستر انا قلت ايه لبابا، وجايه اقول للمستر كمان. جايه تقولي ايه؟ سمعيني وبعدين خشي. خشي الاول يا بنتي. ايه ايه يا امال سايباها على الباب ليه؟ تعالي يا ياسمين. ادخل يا طنط. خش. تعالي يا بنتي. تشربي ايه يا ياسمين؟ تحبي تاخدي ايه؟ لا اهدي، انت جايه عشان تعيطي؟ لا يا مستر انا مش جايه اعيط. قولي لي بقى انت جايه ليه؟ انا جايه عشان سببين. الاول عشان طنط المدام بتاعت حضرتك. انت جايه لي انا عشان حكايه الصوره دي؟ عشان افهم حضرتك هم صوروها لي ازاي انا والمستر، وكنت راكبه في العربيه ليه؟ المستر بتاعي قال لي انت كنت راكبه في العربيه ليه؟ وقال لي على حكاية زميلك اللي كان عاوز يخطبك. يعني حضرتك فهمتي ومصدقه؟ امال عايزاني اكدبه ولا ايه يا بنت انتي؟ المستر بتاعي لما يقول لي كلمه خلاص انتهينا مفيش كلام بعد كده. يمكن لو حد تاني قال لي اكدبه، ولا عايزاني اشك فيه مع بنت عيله مفعوسه زيك؟ طب ده السبب الاولاني يا ياسمين، ايه السبب التاني اللي انتي جايه له؟ حضرتك ايه ماله حضرتك؟ انا جايه اقول للمستر ان انا هشهد معاه في المحكمه. انا عارفه ان بابا متفق مع ناس وظالمين حضرتك. هتيجي معايا النيابه وتقول الكلام ده؟ انا هاجي وهشهد مع حضرتك. بس بس ايه؟ بس ايه يا فيها بس؟ بس ده برضه بابا يا طنط. بابا غصب عني، بابا مش هقدر اتهمه وادخله السجن. انا قلت لحضرتك الكلام ده قبل كده. وجايه تقوله لي تاني هنا يا ياسمين؟ انا جايه ابص على ايد حضرتك. استغفر الله. واقول لك روحت نزل على القضيه. اتنزل على القضية؟ عشان ما شهدش على بابا. وادخل انا السجن؟ يعني ابوك يتهمني ويعرض بشرفي وفي الاخر انا اللي اطلع كداب قصاد كل الناس؟ لا يا مستر، انا هشهد مع حضرتك في المحكمة، وقلت لبابا قبل ما يجي ان انا هشهد مع حضرتك. هو ابوك هيتنازل كمان؟ وحلفت له ان لو ما تنازلش هشهد ضده وهو اللي هيدخل السجن. البت دي بتستعبط ولا ايه؟ هو ايه اللي عايزاه يتنازل عن القضية وابوك يرفع عليه قضية وتروحي تشهدي مع المستر ضد ابوكي؟ ايه يا بنت انتي؟ اذا كان اللي بيتكلم اهبل المستمع عاقل. لا يا طنط، بابا خف وهيتنازل، والقضيه خلاص مش هتنفع ادام انا هقول ما حصلش. انا بس مش عايزه المستر يشتكي بابا. فضلك يا مستر، حتى لو كان بابا حارمني منه ومش حاسه انه ابويا، حضرتك مش هتوديني اشهد عليه. مش هقدر اظلم بابا يا مستر. وهتكدبي وتشهدي زور وتدخليني انا السجن لو استمريت في القضيه؟ انا موت وما اشهدش ضد حضرتك كده، بس انا هموت برضو لو دخلت بابا السجن. اللي تشوفه بقى.
بس انا عارفه ومتاكده حضرتك مش هتخليني اتحرم من بابا. بعد اذنكم. هتتنازل يا استاذ عبد الحميد؟ هتسيب الراجل يرفع عليك دعوه؟ ما هو خلاص مش هيرفع دعوه، البنت قالت انه هيتنازل. حتى لو ما رفعش ولو جه وتنازل انت ما تتنازلش. واجيب البنت تشهد ضد ابوها في المحكمه؟ احط البنت في موقف زي ده؟ هحس ان انا مش مربي مش معلم مش انسان اصلا. وبعدين البنت تطلع اكرم مني تنصفني وانا ما انصفهاش وما سمحهاش، حتى لو كان ابوها غلط فيا واهني واتهمني في شرفي. ما اقدرش يا عمر بيه، ما اقدرش، لازم اسامحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حضرتك طبعا عارف الآية دي نزلت ليه. الآية دي نزلت في حق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقت حادثة الإفك، لما اتهموا ستنا عائشة رضي الله عنها. خاله روج للإشاعة، سيدنا أبو بكر كان بيساعده من ماله، فلما الأب يتهم بنته ستنا عائشة قال لا مش هساعده، وحلف إنه ما يساعده. نزلت الآية دي، ولما الرسول عليه الصلاة والسلام وصل في الآية لقول الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هنا سيدنا أبو بكر بكى وقال بلى يا رسول الله أحب أن يغفر الله لي، وأنا عايز ربنا يغفر لي عمر بيه. وزي ما أنا حابب أن ربنا يغفر لي، أحب أن أغفر للناس اللي غلطوا في حقي. هاي وحشتينا، جينا نشوفك. ايه 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 مفيش، الحمد لله على السلامة. ده انا اصحابي جايين دلوقتي، انا جاي طاير من مصر مقفل عداد عشان خاطر اشوفك. مفيش اتفضل، اللي عزمك هو اللي يقولك اتفضل. أنكل فؤاد هو اللي عزمني. خلاص يا حبيبي روح دور على أنكل فؤاد وشوفه. مقابلة كده مش حلوة. عايز رأي أشرف؟ اتفضلي. أنا شايفة أنك أنت تاخد أصحابك وتقفل العداد تاني على مصر. تعرف؟ باي باي. ما تخافش من الجندوفلي يا شكري، ما فيهوش كوليسترول. ولا فيه يا سيدي. انت فين يا نجار؟ تحت امرك يا انكل. تحت امري فين؟ ده بابا معتقلنا هنا لحد انت ما تيجي، ما كانش عاوزنا نتغدى لما يطمن. تعالي يا حبيبتي تعالي. تعالي يا بيبي. شغلتيني عليكي، كنت فين؟ ابدا يا بابي، كنت بتمشى شويه. اتغديتي يا روحي؟ ماليش نفس مش جعانه. ده اشرف واصحابه مستنيين يتغدوا معاكي. بقى انا عزمت اشرف قلت له يجي يتغدى معانا، قال لي لا انا عازم نجار واصحابنا هناكل بره، صحابهم بقى عايزين ياكلوا مع بعض. ما انا قابلتهم بره وقلت لهم ما يستنونيش، انا مش جعانه. يعني ايه ياكلوا هما؟ ياكلوا ويشربوا ويعملوا كل حاجه هما عايزينها، بس ما يرتبطوش بيا انا. عن اذنكم. خلاص مش قادرة استحمل. لا مش هستنى. حضرتك عارفة بابا عمل ايه؟ يعني حضرتك كنت عارفة ان هو هيجيب أنكل شكري وأشرف وأصحابه؟ يعني انت متفقة معاه؟ وما اتفقتيش ليه بقى معاه ان شاء الله ان يجوزني أشرف غصب عني؟ ليه لا؟ لأن عمري ما اتفقت مع باباكي. مش معقول حاجة دلوقتي واتفق معاه وأجوزك غصب عنه.
يا نجار يا نجار بلاش العصبية دي. واسمعيني يا بنتي، بلاش بابا يحس ان انت بتعنديه. انت عارفة باباكي عندي وهيتعبك. مش هيضايقني اكتر من كده يا مامي. انا قلت لحضرتك بلاش اجي، قلتيلي عيب يا نجار. يا مامي من فضلك انا هنزل مصر دلوقتي حالا، وهنزل كمان اقول لبابي ان انا مش عايزه اي حاجه. انا مش عيله صغيره، انا مش مشروب بابي بيتاجر فيه. كملي يا نجار، كملي. سكتي ليه؟ كملي، انا عايز اسمع. دي ماما اللي كنت بتكلميها؟ اديها لي. ايوه يا ولفت، سمعتي بنتك بتقول عليا ايه؟ لا 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 لا، بتقوليش صغيره. لا لا، انت مش فاهمه حاجه. ما تحاوليش تفهميني حاجه، لاني ما عنديش استعداد ان انا افهم منك انت حاجه. اللي افهمه انا حاجه واحده بس، اللي احنا تربينا عليها، ان البنت تسمع كلام ابوها وتحترمه. أنا بحترمك يا بابا. بتحترميني إزاي؟ لما أسمع بنتي الوحيدة بتقول عليا إني بتاجر بيها، يبقى بتحترميني إزاي؟ إزاي يا نجار بعد كل المليارات اللي شقيت عشان أعملها لك أنتِ، أكتشف إنك ما بتحترمينيش؟ طب أعمل إيه؟ احرمني من كل المليارات دي. يا سلام، ببساطة كده أحرمك من المليارات؟ أيوه، ما دام حضرتك شايف إن أنا مش مقدرة بقى تحرمني منها أحسن. وديها لمين؟ اسيبها لمين؟ ده كل اللي عملته ده كان عشانك انتي، انا ماليش غيرك. اديها لمين؟ اسيبها لمين؟ مش عاوزاها. مش عاوزاها؟ ليه؟ عشان حضرتك الفلوس دي بتاعتك انت مش بتاعتي انا. انت اللي تعبت فيها وشقيت فيها العمر ده كله، من حقك مش من حقي. حقي ايه وحقك ايه؟ ده كل ده عشانك، ده انتي بنتي الوحيده. بنتك، بنتك تبيعها بفلوس مش كده؟ انا نجار، انا ابيعك؟ ايوه، حضرتك عايز تبيعني لابني أنجل شكري. ابني أنجل شكري اللي انا ما اشتريهوش بكل ثروتك ولا حتى بثروه بابا. عارف حضرتك عايز تعمل ايه؟ عايز ترمي كل الثروه دي وفوقيهم انا بنتك عشان خاطر انسان ما بحبهوش. يا بابا عشان خاطري، لو انت بتحبني بجد وخايف عليا، سيبني اعيش زي اي بنت في الدنيا، اختار الانسان اللي انا احبه ويحبني، نكافح مع بعض ونعيش مع بعض بفلوس هو مش بفلوس اي حد تاني. ابن الخوجه مدرس العربي مش كده؟ مش عايزه غيره. تبيعيني وتبيعي كل اللي عملته عشانك، عشان حته عيل زي ده؟ والله العظيم يا بابي انا مش ببيعك، بس ده غصب عني، غصب عني والله. دي مامتك مش كده؟ ايوه. ردي عليها وطمنيها، زمانها قلقان عليك. نجار، عودي روحك انك ما تخليش عواطفك هي اللي ترسم حياتك. اضعف حاجه في الانسان هي عواطفه. خططي حياتك بعقلك. هنكمل الموضوع ده بعدين.
ايوه رياض. اه انا جاهز. ده بابا. بس مساء الخير يا احمد. السلام ورحمه الله وبركاته. قصدي مساء الخير. باي باي يا بابا. الدكتور علي جوه. جوه التليفون؟ لا جوه الصالون. ها قلت ايه بقى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا بابا. دي قعده صفا. اتفضل ايه بقى؟ يا ريتها كانت قعده صفا يا عمي. دي قعده وصايا. حضرتك عارف ان كلها كام يوم ان شاء الله وانا هسافر خلاص. ايه التاشيرات وصلت اخيرا؟ الحمد لله وصلت وكله جاهز. اطمن، مش فاضل غير ان انا بقى اللي اجهز نفسي واجهز دعاء بشويه وصايا كده. اه الوصايا العشر للفراق والغربه، مش كده يا دعاء؟ كده يا بابا. الحقيقه يا عمي انا كنت بقول لها لو تحب تيجي معايا قبل حتى ما تخلص الليسانس. تيجي تروح فين يا ابني؟ يعني ايه كمل ليسانس في لندن؟ ليه تاخد الليسانس من هنا وبعدين تبقى تحصلك وانت كمان تدي نفسك فرصه يعني تكون رتبت امورك هناك؟ واطمن ان شاء الله دعاء في غربتك هتصونك في عرضك ومالك. هو في مال اصلا يا عم؟ ان شاء الله ربنا يرزقك يا ابني ان شاء الله، مش كده يا دعاء؟ ربنا يسمع من حضرتك يا بابا. ان شاء الله هيسمع، طول ما احنا سمعنا واطعنا ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب على طول. اللي انا عايزك تسمعيه، واجب الزوجه تجاه زوجها. فاكرة الحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حق الزوج على زوجته إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في عرضه وإيه؟ وماله. ربنا يبارك لك يا بنتي وربنا يديكوا الصحة والستر. كمل وصاياك. أنا ما عنديش وصية أكتر من اللي أنا قلتها. أنا هقوم بقى أغير هدومي عشان نتعشى سوا، ولا أنتوا سبقتوني وتعشيتوا؟ يا ريت يا عمي، ده الهانم مجوعانا لغايه لما حضرتك ترجع. عشان الاكل يبقى حلو على جوع زي ما بيقولوا. عايزك تستطعم يا دكتور عن اذنكم. اتفضل. بابا نسيت اوري لحضرتك حاجه. بص كده. اه دي رسمه موبايل. ده تليفون محمول. ده موبايل جديد. ايه رايك؟ يعني انت مستنيه رايي؟ دي هديه علي. دي هديه السفر عشان ابقى اتصل بيه يعني. انا اصلي جبت لها كارت عشان تتصل بيا مره كل اسبوع. ان شاء الله حتى تخلص الكارت كله. ان شاء الله تخلص الكارت. بكام الكارت يا ابني؟ ب 30 جنيه عم. ده ميزانيه تانية يعني في الشهر 120 جنيه تليفون محمول. معلش يا عمي عشان اطمن عليها، حضرتك عارف دي اسرع وارخص طريقه. عارف انا من مده كان نفسي اشتري لدعاء موبايل عشان ابقى اطمن عليها وهي في الجامعه. قد انت جبته لها عشان تطمن عليها وانت في لندن. ارزاق.